اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. نتعامل جميعا مع العلاقات بشكل مختلف، فلا تتشابه شخصيتان بمواقفهما في الحب. يزعم خبراء الفلك أنهم درسوا النجوم واستنتجوا أن هناك 5 شخصيات تخرج من الحب بسرعة كبيرة، وينتهي بها الأمر دائما بالقفز من سفينة الغرام. يعد فقدان الاهتمام بالطرف الآخر والمضي قدما أكثر شيوعا في عالم المواعدة، ومع ذلك يمكن أن يؤدي إلى بعض الأعمال الدرامية الحقيقية مسببا الحسرة الشديدة. بحسب خبراء الفلك، يمكن أن يتأثر مستوى تفانينا والتزامنا في العلاقة العاطفية بالكواكب. لذا يطرح السؤال هنا، أي من الأبراج تفقد شغفها في العلاقة وتخرج منها بشكل أسرع؟ يمكن أن يثير الحب والعلاقات بعض التغيرات المفاجئة في كل منا عندما يتعلق الأمر بمشاعرنا ومواقفنا تجاه الآخرين. في الواقع تكشف طريقة تعاملنا مع عالم الحب ومتاهاته المعقدة عن الكثير من المعلومات والأسرار حول هويتنا. هل أنت مصاب بلعنة الانسحاب من الحب بسرعة؟ لسوء الحظ، فإن فقدان المشاعر تجاه شريكك أمر شائع جدا ولا يمكن تفسيره في كثير من الأحيان. ومع ذلك يمكن أن يساعدنا النظر فيما يقوله خبراء الفلك في فهم سبب تغير مشاعرنا. بمجرد اختفاء الجاذبية والتواصل، لن يكون هناك أي مجال للعودة إلى الوراء، لكن هذا لا يعني أن قطع العلاقات أمر سهل. تابع معي هذا الفيديو الجديد من قناة رويش تي في لتكتشف من هي الأبراج الفلكية 5 التي تنسحب من العلاقات العاطفية بسرعة قياسية. البرج الأول على قائمة الأبراج 5 التي تنسحب من الحب بسرعة قياسية، برج العذراء. مولود العذراء هو أسرع الأبراج انسحابا من علاقات الحب والغرام. يقول خبراء الفلك أن مولود برج العذراء هو الأكثر ذكاء بين الأبراج، ولذلك هو يحاول التخلص من مشاعر الرومانسية الرقيقة عند اتخاذ قراراته العاطفية أو تحديد مواقفه من علاقات الحب التي يدخلها، وهذا الأمر يسهل عليه الحكم في الأمور. يعمل أصحاب هذا البرج على المستوى الفكري ويهدفون إلى عدم الانغماس في مشاعر العاطفة الشديدة التي يمكن أن تلغي حكمهم السليم على علاقاتهم. البرج الثاني على قائمة الأبراج 5 التي تخرج من الحب بسرعة قياسية، برج الميزان. تردد الميزان يجعل الحب شبه مستحيل. تشتهر شخصية الميزان بكونها من أكثر الأبراج تقلبا، كيف لا والكل يعلم أن مولود هذا البرج يعجز عن حسم أي قرار. وعلى هذا الأساس الميزان يخرج من الحب بسرعة، لأنه يدخل في علاقات يبني عليها الكثير من الآمال والتطلعات. إنه ببساطة يتوقع منها الكثير، وعندما تخيب آماله هذه ينسحب هاربا. يريد مواليد هذا البرج الغرق في العشق والسهر مع الحبيب كل ليلة، لكن الحقيقة المرة أنهم عندما يدخلون علاقة مشابهة سيكتشفون أن الحب الحقيقي ليس أمرا مناسبا لهم.
البرج الثالث على قائمة الأبراج الخمسة التي تنسحب من الحب بسرعة قياسية. برج الدلو. مولود هذا البرج لا ينسحب من العلاقة فحسب، بل إنه يقاطع الحبيب السابق. برج الدلو هو بالتأكيد أحد أكثر الأبراج التي لا يمكن التنبؤ بها عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات عفوية. من المألوف أن يكون مولود هذا البرج سعيداً بمواعدة شخص ما، ثم يعلن أنه قد أنهى هذه العلاقة فجأة وبدون سابق إنذار. شخصية برج الدلو ترتبط بالحرية، وبالتالي عندما يشعر بأن الطرف الآخر قد بدأ يضيق عليه، فإنه يفضل الانسحاب في الحال. البرج الرابع على قائمة الأبراج الخمسة التي تنسحب من الحب بسرعة قياسية. برج الحمل. يصاب مولود الحمل بالملل بسرعة كبيرة. شخصية هذا البرج تحب إثارة المطاردة، أي أن يلاحقه المعجبون ويسعون للتعرف عليه والوقوع في شباكه. هذا بالنسبة له أمر طبيعي وإحدى المغريات في الحياة. برج الحمل يحب عادة التحرك بسرعة في الحب، على الرغم من أن المشكلة تكمن في أن سرعته الفائقة تعني أنه لا يجد الوقت الكافي حقا للتفكير في سعادته. يقفز هؤلاء الأشخاص إلى العلاقة بإخلاص، وغالبا ما يندمون على قراراتهم بعد فترة وجيزة. البرج الأخير على قائمة الأبراج الخمسة التي تنسحب من الحب بسرعة قياسية. برج القوس. يصف علماء الفلك مولود القوس بأنه لا يرضى أبدا. القوس هو بالتأكيد أحد أطرف الأبراج الفلكية، لكن من الصعب إرضاؤه في العلاقة أو الاحتفاظ به. القوس برج متقلب للغاية، ويمكن أن يدير رأسه وينصرف بسهولة شديدة. ليس الأمر أنه ينتظر دائما ظهور شيء أفضل، لكن عندما يحدث ذلك للأسف لا يمكنه محاربة الإغراء. هذا يعني بعبارة أوضح أن القوس قادر على تركك والتخلي عنك بسهولة إذا ما وجد البديل الأكثر جاذبية وإغراء. كانت هذه هي الأبراج الخمسة التي تنسحب من الحب بسرعة قياسية، قدمتها لكم من قناة رويش تي في. اكتبوا لي في التعليقات إلى أي برج من الأبراج الفلكية تنتمون أنتم، وهل أنتم أيضا تنسحبون من الحب بسرعة أم أنكم تواصلون العلاقة حتى آخر العمر؟ اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.